باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي سيكون هو اول رئيس للاتحاد الافريقي تطبق في عهده هذه النسخه الاولى، وهل ستستمر في الاعوام القادمه؟ محدش لسه عنده الاجابه، ولكن كان في كلام كتير جدا عن الفرق المشاركه. ليه تم اختيار ثلاث انديه من قاره افريقيا في منطقه الشمال؟ ليه التصنيف هو الاساس والمعيار؟ ليه مش عدد البطولات ممكن يكون جزء في الاختيار؟ ليه في غرب افريقيا ناديين او ثلاثة، وليه في الجنوب اللي هو منطقه الكثافه ناديين او ثلاثة؟ عشان في النهايه يكون 8 انديه. التفاصيل دي كلها اتوجهت لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي على هامش المؤتمر الصحفي اللي عقد في الكوت ديفوار قبل اجراء قرعه كاس الامم الافريقيه. عندنا تصريحات مهمه جدا، نستعرض تصريحات لموتسيبي وهو بيتكلم على التصنيف والاختيار وكمان موقف ماموليدي سان داونز في المشاركه في هذه البطوله. أنتم تسألوني عن ماميلودي سانداونز، ولكن وظيفتي هي أن أكون مسؤولا عن كل الفرق وأفريقيا وبالتحديد الفرق التي في جنوب أفريقيا. الاختبار كان الترتيب، الاختبار كان أن نأخذ تصنيف وترتيب الكاف والفيفا، أين تكون مؤهل، كيفية تقييمك مبنية على نجاحك وانتصاراتك، وكم مرة كنت في دوري الأبطال وكم مرة كنت بطل دوري الأبطال. لنضرب مثلا، يوجد ثلاث فرق من جنوب أفريقيا تأهلوا، كايزر تشيفز، أورلاندو بايرتس، وماميلودي سانداونز، ولكن بسبب أداء تلك الفرق وتصنيفهم فريق واحد فقط تأهل. ولكن دعني أقول كرئيس للكاف، إني لست واثقا من التواصل بين دوري أفريقيا وهي بطولة تابعة للكاف، وبما أني رئيسا للكاف فإني مسؤول عن ذلك. يوجد بعض حدود تؤدي إلى عدم التواصل مع بعض الفرق مباشرة، وذلك نحاول التواصل مع الاتحادات. لقد قمنا بأخذ ملاحظات، إنها مرحلة تعلم مستمرة لأنه يوجد معوقات. إنك لا تستطيع التحدث مباشرة للفرق، يجب المخاطبة من خلال الاتحادات. ما يعقد الموضوع هو أنه في معظم الدوريات لا يوجد علاقة طيبة بين القائمين على الدوري والمسؤولين في الاتحادات، ووظيفتي هي العمل على جعل العلاقة طيبة بين القائمين على الدوريات والمسؤولين في الاتحادات حتى تصبح بيئة عمل صحية وقوية. تصريحات مهمة جدا لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وبيتكلم فيها على كيفية الاختيار والتصنيف، وده مثال في موضوع الفرق المشاركة. واتكلم على أندية جنوب افريقيا مثلا في ثلاث فرق كبيرة، ماموليدي سان داونز، كايزر تشيفز، اورلاندو بايرتس، ولكن الاختيار تم بناء على ايه؟ وتطرق في حديثه لنقطة مهمة جدا ليها علاقة ما بين طريقة العمل ما بين الاتحادات مع الروابط، لأن الأزمة دي كانت في جنوب إفريقيا في كيفية مشاركة ماموليدي سان داونز في ظل رفض رابطة الأندية على مشاركة سان داونز في البطولة، ولكن تم حسم الأمر بعد هذا المؤتمر الصحفي وتأكد مشاركة سان داونز في الدوري الإفريقي ولقاء الافتتاح بالنسبة له مع بيترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في أنجولا. صحيح تم تعديل عدد من المباريات، ولكن هيكون في ضغوط كبيرة جدا على سان داونز ما بين المشاركة في الدوري والكاس مع السوبر ليج. عموما دي كانت تصريحات مهمة جدا لباتريس موتسيبي، اتكلم فيها عن الاختيارات والتصنيفات وكمان مشاركة سان داونز والمشاكل اللي ممكن تواجه الاتحاد الافريقي مع الاتحادات والروابط. وانا كاتحاد قاري اكيد ما ينفعش اتكلم الروابط، ولكن الازمة ما بين الاتحادات المحلية والروابط، وفي مصر تم انهاء هذا الموضوع مبكرا، والاتحاد مع الرابطة تم برمجة كل مباريات الاهلي خلال الفترة اللي جاية.